الهند تحرك كشملك أمام الصين وتتحول إلى المرتبة الأولى عالمياً بعدد السكان. هو ما بينته تقديرات الأمم المتحدة من أن الهند تجاوزت قبل أسابيع الصين لتصبح أكبر دولة في تاريخ البشرية من حيث عدد السكان. ليمثل هذا التحول علامة فارقة مهمة للهند، لكن السؤال هنا، ما هي الآثار بعيدة المدى على اقتصادها ومجتمعها وتأثيرها العالمي؟ بداية، وصل عدد سكان الهند خلال الشهر الجاري إلى 1,400,000,000 نسمة، ليتضاعف عدد سكان الهند 4 مرات بين عام 1950 و2023، ليبلغ بذلك عدد سكان الهند والصين مجتمعين 2.8 مليار نسمة. ويعني ذلك أن ثالث شخص من سكان العالم هو إما هندي أو صيني. لكن المفارقة بين الدولتين أن الهند من الدول النامية، بينما الصين من الدول المتقدمة صناعيا. لتبين منظمة الصحة العالمية أن أول الأخطار التي ستواجه الهند في الوقت القريب هي مشكلة نقص مياه الشرب والتلوث، ثم سترتفع نسب البطالة والتضخم الاقتصادي إلى درجات كبيرة، وستكون المناطق المكتظة ملائمة لانتشار الفيروسات والإصابات بالالتهابات. ويمكن أن تكون الهند مكاناً لظهور أوبئة جديدة تهدد صحة الإنسان، هذا دوناً على أن ندرة الموارد ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الجريمة وتنازع الناس، وهو ما قد يخلق أزمات سياسية مستقبلية بين الصين والهند تحديداً، الأمر الذي لا تستبعد فيه منظمة الصحة العالمية أن يؤدي إلى نشوب أزمات عسكرية. يكون الحصول فيها على الموارد هو المطلب الرئيس. شاركنا برأيك، ما هي المشاكل الأخرى التي ستسببها الزيادة السكانية العالية في الصين والهند على وجه الخصوص؟